اليوم فيديو خاص 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 على الاخر جدا جدا. هذا الون بلس 9 برو شريته عندي ايامات. التليفون هذا من اندر التليفونات في تونس. لحظه ساعه، سمعتوا قبل مارك اسمه ون بلس ولا ما يفكركمش في لغه تصميم تليفونات اوبو؟ بما انه عجبتكم قصه الاي ماك الفيديو هذايا، فانا قلت خلينا نكثر شويه من القصص ونعملوا فيديو ماهيش مراجعه اما على شكل قصه. فباش نحكي لكم على قصه نجاح ون بلس، ومن بعد باش نحكي لكم خاطر صوتي بحاح، بعد باش نحكي من بعد باش نحكي لكم على ستة حاجات اللي خلوني انا نهبل باش نشري تليفون ون بلس. يلا حطوا لي طرف بوب كورن كانك في الليل تتفرج، ولا كويس تي قهوه كانك الصباح، وركز معايا يا معلم لانه المره هذه باش نحكي حكايه طويله شويه. ومن غير ما تسالوني ون بلس تاب تونس ولا مغامرة ون بلس بدات عام 2013 مع زوز شباب من الصين، كارل باي وبيت لو، اللي جاتهم فكرة بسيطة برشا. سمارتفون منافس للهواتف الغالية أما بشتر السوم، وإدماج الحريف في المغامرة متاعهم. وكان عندهم سيبل واضح، الجيك، الناس اللي عندهم هوس كبير بالتكنولوجيا. شكون كانوا راه الشباب هذم باش يدزهم القدام في الخطه نتاعهم؟ اوبو يا سيدي، شركه اللي كانت تبحث على فكره فريشك تدخل بها للاسواق العالميه، لانه اسم اوبو هكا يعطي انطباع نتاع حاجه برانيه، حاجه اسيويه. فون بلس تركب كاسم ينجح في العالم الغربي، الغرب يعني كان الغرب يعني البلدان المتقدمه في الغرب، فهمتوني؟ انه يعني اسيا في الشرق والاخرين في الغرب. فاسم الون بلس يعطي انطباع اوكسيدنتالي واضح. ونهار 23 افريل 2014 تم اطلاق الون بلس 1، واحد مع واحد يساوي اثنين. ليه يا ودي التليفون اسمه ون بلس 1؟ يعني ون بلس 1. لأول مرة نشوفوا تليفون بمواصفات عالية جدا وسعره 270 يورو. في نفس الوقت كان فما الجالكسي اس 5 من سامسونج اللي سعره حوالي 700 يورو، ليشهد العالم ولادة أول فلاكشيب كيلر في العالم، اي كي اي قاتل هواتف. وهنا تم تحقيق الهدف الأول، وتو الهدف الثاني اللي هو إدماج الجيكس في المغامرة. شدوا عندكم أقوى خطة ماركتينج، حاجة ياسر مهبولة. الون بلس 1 ما يشريش اللي يجي، يزمك استدعاء خاص باش تنجم تشريه أونلاين، ماكش باش تلقى تليفون في البوتيكات. حاجة عملت قوق كبير وعطات أكثر قيمة للتليفون، واللي يشريه يحس روحه هكا مستر كوك تيوب، كان فهمتوني؟ يعني مشينا من قاتل الأفوكادو للي بزيت أفوكادو، والماركتينج صار دوبوش أونوري، معناتها الناس الكل تحكي على الموضوع هذا والناس الكل تحكي على التليفون. وبالطبيعة الون بلس 1 تجربته متميزة من شرائه حتى استخدامه، والمميز اكثر هو شعار الشركه Never Settle. نجمو نترجموه بالعربيه الفصحى عدم الاكتفاء، لكن بالفلاجي ديما القدام جامي اون اريير. في نهايه عام 2014 اعلنت ون بلس انها باعت اكثر من مليون ون بلس 1 وعملت ارباح فاقت 300 مليون دولار، في حين انهم كانوا يتوقعوا انهم باش يبيعوا 50 الف نسخه فقط. وهذا يعتبر بداية ساحقة ونجاح ساحق لون بلس. لكن ما يزمش ننسيو حاجة حبتنا في الون بلس، هو أنه تليفوناتها developer friendly. ون بلس كانت مرتبطة برشا بالمنتديات الكبيرة متاع المطورين كيما الـ XDA developers، حاجة اللي خلت اللعب محلول على كل ما هو روم alternatives أو يعني الأنظمة البديلة. وبتبيع هذه تعجب الجمهور الجيكس، الناس اللي يحبوا تبربيش وتفلسيف وتبرقيش تليفوناتهم. وبتبيع تواصلت المغامرة مع الون بلس 2، ومن بعد الون بلس اكس اللي نوعا ما كان فلو، ومن بعدها بتبيع جاو الون بلس 3 والون بلس 3 تي اللي وقتها بدات حكاية الانفيتيشن تتنحى شيئا فشيئا. والون بلس 4 اللي رد بالك رقم 4 يتشاموا منه في آسيا، ما فماش ون بلس 4، هيك علاش تعديو مباشرة للون بلس 5 والون بلس 5 تي، واللي برشا من الجيكس وبرشا من الناس اللي يحبوا الون بلس يأكدوا بالنسبة لهم أنه الفترة ذي كانت الفترة الذهبية الون بلس. وهنا باش نبداو نعملوا اتياح. واللي صار من بعدها هو أنه شيئا فشيئا تليفونات الون بلس بدات تغلى وبدات تقرب أكثر من الفئة العليا. وكما يقول المثل الزمني التقني، يتموت كفلاكشيب كيلر يتعيش وتولي كيفهم. وذاك اللي صار. في ظرف 4 سنين وصلنا للتليفون هذايا الون بلس 9 برو، اللي وقت اللي تم طرحه كان يسوى حكاية 1000 دولار، لكن بتبيع تحصمه شوية من بعد، يعني توا في 900 أورو. أما كمام يعني تليفون فئة عليا، تليفون غالي. ففاينلي يعني صاي ون بلس ولات من عائلة تليفونات الأفوكادو. مش أنك تكون فلاكشيب كيلر هو أنك تقدم أداء الفئة العليا، وهذه حاجة ممكنة وشفناها من بعد، لأنه التبربيشة اللي عملتها ون بلس عديت الكورون برشا شركات، وأهمهم بتبيع شاومي توا. خليونا في تعليقات السنة عام 2021 حسب رأيكم أنا هو أكثر تليفون فلاكشيب كيلر. نرجع قصتنا، سنين ون بلس
قررت أنها تعمل كولابوريشن مع هاسلبلاد، شركة خشينة ياسر متاع كاميراوات، شركة سويدية، شركة ذي اللي عملت الكاميراوات اللي مشي بيهم نيل أرمسترونغ وعملت ساور في الجمرة، وهنا خدموا عليها البروباغندا والكولاب ذي، الناس كل تستنى فيها مكتوبة بارتو هاسلبلاد. هاي ترى خنشوفوا يندرى الكاميراوات هذوما باش يكونوا حاجة خشينة. إذا تعملوا طلع المقارنات مع التليفونات الفلاكشيب كيما سامسونج ولا آيفون مع الوان بلاس تلقيوا اللي ماهيش حاجة كبيرة. المهم نرجعوا لقصتنا، ولادة البطل قاتل الهواتف الغالية ونهاية حزينة بانضمامها النادي الأفوكادو. الحق أنا ما عادش عندي نفس الحماس والاحترام الوان بلاس، لأنهم فقدوا الرسالة الأساسية متاعهم never settle، تهالي بركوا جملة واحدة تو. ونوعا ما نجم نقولوا اللي كان وراء الفيرست بوش والدزة الأولانية وبداية المغامرة هو بيدو اللي شد بها فران وقال لها إجا العمي. وان بلاس هي الأخت الصغيرة الأوبو. برشا ناس كانوا يتصوروا أنه وان بلاس ستارت اب مغامرة خشينة انطلاق من الصفر، مش صحيح. يعني واحد من المؤسسين متاعها عدى 10 سنين يخدم في أوبو، فأوبو هي عمت البوش، والحكاية مشاقعة شوية. وفي نهاية القصة دي خليني نفسر لكم الهيكلة تاع الشركات هذوما. وهنا نبدأ برأس الفتلة، الإمبراطورية الكبيرة اللي سنة تعتبر أقوى شركة تنتج سمارت فونز، البي بي كي إلكترونيكس، اللي تحتها نلقيو البنت الأولانية اللي هي أوبو، ونلقيو أختها الصغرونة الوان بلاس، من بعد أخت واحدة أخرى اللي هي فيفو، لكن فما زادة الأحفاد الآي كيو اللي هي حفيدة فيفو واللي نجم نعتبرهم شركة مع بعضهم، والحفيدة الأخرى اللي هي كانت ساب براند الأوبو اللي هي ريلمي تو خرجت وحدها ولا شركة تخدم وحدها، لكن الكلهم تابعين نفس الشركة. حاجة أخرى زادة المغرومين بالتليفونات لاحظوا أن فما برشة تليفونات من وان بلاس كانوا ريبراندينج التليفونات أوبو، يعني في بعض السنوات تلقيهم كيف كيف. بصفة عامة يعني أنا دخلت في موضوع توا وليت نحكي بزيد ومانيش قاعد نقرأ من سكريبت، مشكلة. وين كنا؟ نسيت. أرجع لي. من الأخر اللي حبيت نقوله هو أنه التعاون ذي كان عنده بعض المصالح، مثلا يعني إحنا توا لينا مزهرين لأنه أوبو عندها سوفتوير مريقل منظم ومسنتر، وهذا بفضل الخبرات اللي خذاهم من وان بلاس. فما عندناش وان بلاس في تونس، لكن عندنا سوفتوير تحفون في أوبو الكولور أويس. وحاجة أخرى، تليفونات الوان بلاس في الصين توا لو يستعملوا الكولور أويس وليس الأكسجين أويس النظام الرئيسي بتاعهم. راكم تقولوا توا إيه أخويا بعد الحكاية هذه كل ويني وان بلاس ويني فيفو في تونس؟ ما نعرفش، ما عنديش فكرة، ما تسألونيش، عايشكم ما تسألونيش. يلا سيدي نتقابلوا مرة جاية، باي باي.